السلام عليكم، اهلا بإخوان الاخوات، عدنا من جديد. مرحبا بالخوت داخل وخارج اسبانيا، داخل وخارج المغرب. معكم ريم رام، صفحه مساعد في المغرب بالمهجر. البارح هضرت على الطرد، بزاف الناس تخلعوا ولا يقول لك لطيف يا لطيف يا ربي السلامه، لا هو شري، وتخلطوا بزاف الامور للناس. قضيه لا داعي للخوف، علاش؟ لان احنا كنهضروا على الطرد اللي هو كنقولوا حنا يعني الزام، حتى هي متواجد في اسبانيا بطريقه غير شرعيه، فهنا القانون كيقول لك خاص تخرج. من غير اني البارح الحمد لله الحمد لله اني ما طولتش الفيديو بزاف، 22 دقيقه انا عارف طويل، ولكن المهم كنت باغي نعطي الاساسيات اللي هما ربعات الحوايج من اصل جوج. داكشي علاش طولت شويه، وكنعتذر للاخوان لا طولت عليكم، ويعني يعني ما نديرش مني قله الصوت، ولكن راه ديما خص الرساله توصل كامله، على الاقل تكون واضحه. فإلاش جرين بوليس خلطوش الجنايات والقضايا مع مسألة اللي هي حكومية إدارية بإخلاء التراب الوطني أو الإسباني؟ فإلى تلقوا معك البوليس، يقدر تلقوا معك البوليس على عدة أسباب. أولا فقط بشكل روتيني، يعرف شكون أنت، أو لا شكوك، أو لا غموض، أو لا إجراءات كما بزاف الحوايج كتوقع. كيما حنا كنلقاو في الطريق البوليس كيوقفوا الناس باش يعرفوا واش شاربين او لا، مجرد باش يعرفوا واش عندك ولا ما عندكش، روتيني. فتا حنا نقدروا نكونوا غاديين ونتلاقاو مع البوليس. رغم الناس سبحان الله في واحد المناطق بحال غاليسيا او لا سانتياغو كومبوستيل، واحد صديق عندي كيقول لي ان البوليس الا تلاقى معك ولقات ما عندكش اوراق كيديك للمركز ولا مقر الشرطه، ولكن الا داز القضيه وصلت عند الخويز، الخويز كيطرح سؤال على الشرطي ماشي على الاجنبي، وكيسولو باش من يعني باش من حق يعني شنو، بماذا استدليت باش عرفتي عند الوراق ولا ما عندكش الوراق؟ حيت حنا عارفين المهاجرين ما مكتوبش على جبهتنا غير شرعي او لا ما عنديش الوراق. حنا اللي كنخليو ريوسنا شبهه للبوليس وللمجتمع باش يقدروا يعرفونا بالوراق ولا بالوراق. حنا كنكونوا غادي في الطريق كيبان لك شي انسان في واحد الهيئه اللي يعني كيقول لك هذا شو حالته مسكين كيديره، يعني شوف لبسو كيدير، شوف شكله، شوف يعني يا اما مقطع يا اما الله طاح يمشي كوكب. هذا هو اللي كيخلي البوليس حتى هو كيامن المجتمع ديالو وكيامن السيستيم ديالو. فما يمكنش انت داخل واحد المجتمع وانت حالتك حاله وتقول ما عرفتش علاش انا شدوني وما عرفتش علاش جاو عندي وديما معدين عليا. لا، الغلط ديما كيكون فينا حنايا. نبداو من الاول. فلا تلقى جاب الله تلقى معك، اول حاجه السلام يكون احترام والحوار يكون احترام. يعني ديما نقول كلمه استاذ، ما نقوليش لي تو تو، هذه كتقول بيني وبينك، ولكن قدام الشرطه ورجال الامن ولا المناصب اللي شويه يعني اداريه كان ديما كنحترموا، كنوجهوا السؤال يعني بشكل اللي كيليق به، كل مقام مقام. فانا نقول لك استاذ ديما الاحترام. قال لك اعطيني باسبور، اعطيه باسبور. ما عنديش باسبور، قول لي ما عنديش باسبور لكن عارف السميه والكنيه، لان حنا بمجرد عطيو المعلومات ديالنا غلط او لا خطا او لا بطريقه اللي حنا كنبغيو نتلاعبوا بهم، فهذا كيكون ديما حنايا ماشي في مصلحتنا. ماشي ضروري ياخذ منك الباسبور، الباسبور ما بقاش كيحيدو الانسان المواطن. خرج هذا الشيء في 1/7/2015، مكتبه هنا 1/7/2015، خرج واحد القانون كينص على ان لا يمكن حرمان اي مواطن اجنبي من الباسبور لانه هو الهويه ديالو، لان كتحرمه ما كتقدرش تخلي ديك الساعه يسافر او اللي يتحرك داخل اوروبا او داخل البلد اللي هو لقي القبض عليه، فقط انه ما عندوش الوراق فهذا ما كيعطيش الحق. هذاك الشيء علاش من 2015 ليومنا هذا ما بقاوش كياخذوا الباسبور، فقط كياخذوا العنوان ويستدلوا بالهويه ديالك، سميتك وكنيتك والرقم ديال العنوان يعني ولا الادريسه ديالك، على قبل باش يعرفوا واش فعلا كاين شي سوابق قبل، واش انت مطلوب او لا عندك شي مشكل. اما الا تلقاو معاك وانت كتهرس او لا سكران او لا كتغوت او لا كتكونسومي، يعني كتستهلك مخدرات، تتعاطى السكر العلني، السب، وهذه فهنا ما كيبقاش مساله ديال غادي يجي يتحاور معك، هنا غادي يجي غايقول لك فلان حط يدك في الحيط ويدير معك الاجراءات الى اخره. في كلا الحالتين درتي مشاكل ما درتيش مشاكل، الا ما درتيش مشاكل ممكن البوليس يدير معك زمن ويقول لك ماشي مشكل، تلقى عندك واحد النوفو ديال اللغه محترم غادي يحترمك وغادي يزيد يقول لك ماشي مشكل. تعاودي الاوضاع ديالك، انا جيت هنا كندرس وسالي الوراق، او لا انا ما بغيتش نرجع لبلادي اني عندي مشكل، اي حاجه كنتي لاجئ كنتي ماشي لاجئ، اي حاجه خاص تقول، هذه تكون مبنيه على الحقائق، ماشي يعني كلش يكون مبني على الحقيقه، ماشي غنجيو نكذبو حنايا باش نسلكو ريوسنا، حيت تقدر ديرها به اليوم ولكن غادي عاود يتلقى معك مره اخرى، وهذه هي الدنيا. لهذا نكونوا صريحين، وانا كتعجبني الشفافيه والمصداقيه، غادي يخليك تخرج. يعني ممكن وكاين واحد 90% الا لقاك انسان مهذب محترم، انسان بين عليه انسان صالح، غادي يقول لك سير في حالك، ويقدر كاع يتغاضى الانظار ويدير راسو ما شافكش.
المشكلة هي كنقول لك كيفاش ديتي العكس معاهم او لا قاومتيهم او لا يعني رفضتي التعاون معاهم. هنا بكل سهولة غادي يقول لك راه قلتي لا ولا هذه غادي يديروا معاك القوة وغادي يديوك. ملي كنوصلوا حنا للمقر او للمغفر شنو كيوقع؟ ممكن يشدونا عند تما لمدة كتوصل حتى 72 ساعة. وفي هذه المدة هذه عندنا تحقيق كيكون معنا، يقدر يتم حجز لنا، يعني ممكن يشدك نص ساعة ثلث ساعة ساعة، أو يمكن يخليوك تما حد يومين عاد باش يخرجوك بين ما ترطب عاد يديروا معك التحقيق. هنا في الحقوق اللي احنا عارفينها عندنا ثلاث الحقوق. الحق الأول اللي هو هذا حق في المحامي، محامي إذا كان عندك ديالك غادي يهضروا عليك، ولا كان ما عندكش يقدروا يجيبوا لك. عندك الحق الثاني في المترجم، ضروري المترجم، لان المترجم هو الوسيله الوحيده، انما ولا ما كاش مترجم بحال التحقيق كله كيمشي في الزيرو، لان ضروري واحد الاساسيات. والحق الثالث هو الرعايه الا كنتي مضروب او لا مريض او لا مصاب. هنا قدام البوليس ديما خصنا نهضروا على اي حاجه كتعلق بالاقامه ديالنا. كنا قدام نقولوا عندنا اقدامية، كنا مرض نقولوا المرض اللي عندنا، كنا عندنا اللجوء خصنا ثاني نهضروا في اللجوء، عندنا اسباب اخرى نهضروا عليها بلا ما نقولوا فين، يعني واش عندي هذه ولا عندي. عندك المراه تكلم على المراه، عندك النوبيا جيب النوبيا وعطيه الاسم ديالها والرقم ديالها، عندك المحامي نرجعوا ليه اللي هو مهم، هو انك تعيط ليه باش يجي عندك. هما عندهم الحق يا اما يعطوك انت دير المكالمه او لا هما يقولك عطينا الرقم ديال المحامي ديالك باش يتصلوا به. ديما العلاقه مع المحامي هي علاقه خاصها تكون يعني بحال ذا بيست فريند او اعز صديق، خاصو يكون معاك. يعني انا ديما ملي كيجي شي واحد كينصحني كيطلب النصيحه مني حتى انا كينصحوني الناس ماشي انتوما وكناخذ النصيحه من اساتذه اكبر مني وعندهم يعني دومين في الدومين هذا عندهم معرفه كبيره. فانت ملي كتمشي المحامي كتمشي عنده، انت مستحسن ان يكون عندك محامي، مستحسن يكون عندك محامي ما كرهناش من الشهر الاول بعد الاقامه ديالك وبعد ما دير شهاده السكن ديالك والطبيب وداك الشيء وتقاد الامور ديالك. فمستحسن يكون عندك ديما اقرب وقت محامي اللي كيتعرفو كيعرفك كيتعامل معك ويتعامل معاه. ولكن اذا ما قدرتيش وخايف او لا كتقول عندي مصاريف، كاين حل اخر هو انك انت تسنى يعني العام الاول من يفوت العام الثاني او العام الثالث كاع بغيتي، رغم ان انا ديما كنفضل ان في العام الثاني تكون مشيتي عند اي محامي وتعاود المشكل ديالك وتقول له انا كنريق الوراق ديالي، فهل ممكن بعد ما نكمل 3 سنين توقف معايا؟ وبغيت نخلي الوثائق ديالي مثل جواز السفر نسخه، شهاده السكن او الكونترا ديال الدار حيت الكونترا ما باقي ما عندكش، كنتي عندك شي حاله مرضيه غادي يعني تعاود الملف كامل. فهو كيخلي عنده وتحسبا في حاله لو البوليس لقاو عليك القبض وديروا معاك وهو يبداو معاك فتح ملف ديال الطرد ولا الاخلاء في الوطن، هنا كيتصل به هو كيكون عارفك، فكيكون جاي وعارف شكون غيقصد وجاي يهز معاه الملف اللي كنتي ديجا خليتي عنده يعني من قبل. بالطريقه هذه حنا كان يعني كنربحوا الوقت، يعني كنربحوا بواحد الطريقه يعني جد امتيازيه. هنا بعد ما كيجي عندك المحامي يقدر يجي عندك واحد اللي يشدوك او لا يقدر يجي عندك حيت لا ما عندكش غدوز 72 ساعه غادي يطلقوك، من غير يطلقوك حيت البصمه الاولى ما غاديش يصيفطوك في الماضي، ولكن غايقول لك عندك مده ديال 48 ساعه، باش دير يعني حنا كنقولوا لا ليغاسيونيس المعنى ديالها بالعربيه بحال كنديروا حنايا ماشي استئناف، انما كنترجوا من المحكمه او من البوليس لانه بغا يقدموك للخويس ياخذوا بعين الاعتبار يعني الحاله ديال السيد هذا، لان البوليس هو راه ماشي هو اللي كيتفاهم معاك وكيدير خدمته، من بعد يقدر يقدمك لعند المحكمه باش يتحكم. يا اما لان كنقولوا حنا الخويس ماشي قضية المحكمه تسمعوا المحكمه تخلعوا، ان ملي كيمشي عند الخويس باش يا اما يطردك يا اما يصيفطك للسنترو ديال السي اللي هو السنترو ديال انترنامينتو ديال الترانشيتور اللي غنهضروا عليه، قلنا يا اما الطرد ولا الاخلاء او السي من بعد نهضروا عليهم. السيد راه غادي نديرو فيديو ديالو باش تعرفوا شنو هو المزايا والحوايج اللي فيه اللي مزيانين والحوايج اللي فيه خايبين، وكيفاش نقدروا نخرجوا منه بحال الشوكه. كيفاش كتقال الشوكه بلا دم؟ السيد بلاش بلا دم. المهم معليش، فحنايا ملي كنجيو نهضروا هنايا على المده ديال 48 ساعه، هنا لا كان عندك انت محامي وهذه هي اللي انا كنفضلها يكون ديالك خاص بارتيكولار، يعني يكون عندك بريفي ديالك. فهنايا هو كيدير واحد لاليغاسيون كيكتب تقرير ان هذا السيد هذا ضمن للحاله اللي عنده، الا كانت عنده المراه، الا كانت حاله اجتماعيه، الا كان خدام مع شي جمعيه، الا مثلا الا كانت حامله ما تعرف تكون مراه حامله، الا كاين شي مرض صعيب
سميتو الى باقي كيدير التراميتي حيت حتى لك انت دافع واش دوك البوس تقدر تقولها لهم يقدروا يطلقوا في الزنقه ويقدروا يدوك المغفور يتاكدوا منك اللي هو قسم الشرطه غير يتاكدوا يطلقوك ضروري يطلقوا منك علاش يقول لك باقي التراميتي ما عندهم ما يديروا لك او الى عطوك دينيغادو تقولها لهم وتقولها للمحامي ديالك حيت انت دينيغادو نورمال ما كملتش 3 سنين راه المحامي عارف فهنا كيمشي يجري كيقول لهم انا راه درت ليه الريكورسو اللي هو استئناف وباقي ما عندكمش الحق تصيفطوه ولا ديروا ليه شي حاجه لان حتى يتحكم فهادشي كامل كنديرو في الاليغاسيون كنقدموها للبوليس باش ما يتنفذش فيك بعد ما كتخرج نتايا وكدوز ديك المده ديال 48 ساعه والمحامي دار اللي عليه كتوقع الحاجه ان الورقه اللي كتخرج بها من عند البوليس وهذه اللي بزاف ديال اليوتيوبرز نتمنى يتفرجوا في الفيديو ونقلوا سمعتوني يا ريت تنقلوا هذه المعلومه هذه باش حتى وصلت لعند خوتكم توصل صحيحه عندنا جوج ديال البروسيديمنت او لا كنقولوا حنايا طلب نقولوا حنايا طلب الاخلاء عندنا جوج عندنا البريفيرنتي وعندنا الاورديناري البريفيرنتي بلا ما نهضر لكم شكون هي الماده الماده 61 الماده 63 فالبريفيرنتي هما جوج كيتشابهوا بزاف البريفيرنتي هو انك هذا السيد هذا خاصو يخرج بدون مناقشه وبدون انه يفكر ياخذ وقته باش يخرج ولا ما يخرج يعني ما كاينش واحد الرغبه طوعيه باش تخرج وكتكون فيه 72 ساعه رغم ان عندنا الاخر اللي كتكون فيه 7 ايام 15 يوم حتى 30 يوم ثلاثه بعض المرات تقدر تخرج 7 ايام بعض المرات 15 يوم بعض المرات 30 واغلبيه الاحيان حيدو 7 ولا حتى 15 و30 هذا فيه رغبه طوعيه يعني كيقول لك هاك 15 يوم ولا شهر باش تخوي اذا بجوجهم بحال بحال غير الثمن يختلف يعني كاين الثمن كاين المحامي اللي كياخذ 150 في الحاله الاولى لانه كيعطيك 72 ساعه وفي 72 ساعه ملي خرجتي كيعطيك فيها 48 ساعه ديال الطلب هذا يقدر يوصل حتى 200 اورو ولا 150 انا ما غاديش نهضر على الاثمنه كل واحد كيتخلص انا اصلا كناخذ اقل من العدد وكاين الاورديناريو رغم ان الاورديناريو هو اللي رخيص الناس كتاخذ فيه اقل ولكن كل واحد كيتخلص ويقدر يوصل فيهم واحد يقدر يوصل حتى 250 و 300 اورو عند شي ناس على حسب الحاله ديال كل واحد حيت اللي جاو يلاه عنده شهر ولا سيمانه وشدوه ماشي بحال اللي عنده 3 سنين ديال الشهر ما عندك باش توقف معاه صعيب باش توقف معاه وصعيب باش تقنع الحكومه ان هاد السيد هذا اولا الخويس ان هاد السيد هذا خصو يبقى هنا الا كان شي ظروف صحيه ولا شي حاجه فنقدروا نستعملوا بها اما اللي عنده 3 سنين عنده كاع الشروط المتوفرة من عقد من وليدات من السكن من 3 سنين الإقامة من السبيطار أدلة فكاين واحد الإدماج كاين واحد كنقولو حنا واحد الجدر اللي هو الريو الرئيس الريو الجدر فمنخلطوش بعد ما كناخدو حنايا ديك الساعة كيدفع لنا المحامي الأستاذ المحامي هنا كنتسناو البرا البرا كتجي على 15 يوم بعدا كاين الأولى ديال النوتيفيكاسيون ديال الأوردينايو أو البريفيرنت اللي مكتب بيناتهم حيت كيتخرقو من بعد كتبقى لك المده ديال 6 شهور باش تجي للبرا اللي هو القرار ديال البوليس او ديال المحكمه بشكل اوضح تجاه هذا الانسان هذا يا اما يا خوي يا اما ما تحكمش كيفاش ما تحكمش حيت هذا 6 شهور ونساوك اولا الملف ديالك ما طبقش اولا ما نعرف في الزحام ديال الاكتظاظ ديال الملفات يقدروا الملف ديالك ما يبانش يعني الادراج ديال الاسم ديالك غادي يكون نساوك فهنايا المحامي خصو يطلب في هذيك المده 6 شهور يعني لما تطرحش وما تنشرش في البوي فهنايا هاد السيد هذا من حقه يقول للمحامي انه يطلب لا كاروسيدا ديال البروسيدمنت يعني انتهت الصلاحيه ديالو بالطريقه هذه يولي نقي لكن صعيب صعيب بزاف توقع القضيه كتوقع حالات صعيبه صعيب توقع وكتوقع ماشي زعما مستحيل وكتوقع والحاله الثانيه انه يقول لك خصك تخرج الا قلنا خصنا نخرجوا كيبقى لك ساعه عندنا الحق ان نديروا الريكورسو اللي عندنا فيه حق ديال شهر عندنا وقت ديال شهر في 30 يوم عندنا الحق ديال 30 يوم نختار النهار اللي بغينا ونديروا الريكورسو ديالنا يعني في ظرف 30 يوم الريكورسو كيتسمى ريبوسيتيون في حالة ما بغيناش نديروا ريبوسيتيون عندنا حق شهرين ثاني اخرى 60 يوم باش نديروا الكونتنتيوس ادمينستراتيف اللي هو الطعن الاداري امام المحكمه الاولاني قدام البوليس اللي هو ريبوسيتيون المهم نقولوا حنا الاولاني كاع لاليغاسيون باش يتخدم عليه الاعتبار اما عندنا ريبوسيتيون هي اللي كتجي من بعد الحكم الى سقطنا يعني ما نجحناش ولا ما ربحناش الدعوه ديال الريبوسيتيون هذيك الساعه نقدروا نديروا الكونتيفير ميتاتيف ولكن الكونتيفيوسو بعض المرات نقدروا نقزو كاع الثاني نقول لك انا ما عنديش الريبوسيتيون الثمن ديالو تقريبا كيشبه الاليغاسيون ولكن الكونتيفيوسو هو اللي شويه غالي لانك كتوقف قدام الهيئه ديال المحكمه والقضاه
وكتطرح المساله والقاضي عنده واحد ريغلامينتو ولا قانون نظام يختلف كليا على اللي كيتمشى في الاكسترانخيريه. يعني بزاف الناس يكونوا بعدا كيكونوا من غير اكسبولسيون، نهضروا على قضيه ديال ملي كنبغوا ندفعوا وكيعطيونا دينيغادو في مكتب الهجره، كيبقى لنا الخويص هو الاخر. علاش؟ لانه الخويص كيتطرق ثلاثه النقاط ولا اربعه، رغم ان اكسترانخير كطلب منك الانفورمي وطلب منك كونترا وطلب منك ثلاث سنين وطلب منك عدد ديال الحوايج. هادشي علاش الناس بقى ما باغاش يفهمنا الخويص، يعني عنده واحد نقولوا حنا واحد ماشي السمعه، انما عنده واحد القوه وعنده واحد الثقل حتى هو. هذا ما كان، يعني هذا هو الخلاصه ديال الانسان اللي تشد. نتمنى هذا الفيديو هذا يوصل الناس كاملين باش يعرفوا ان راه ماشي الطرد هو اللي كتفهموا نتوما ولا اما النوع الاخر اللي هضرت عليه البارح هذيك حاجه اخرى، هذيك ديال لا كان قضائي ولا جنائي، هذيك راه مصيبه ماشي مصيبه معنى مصيبه، ولكن هناك عنده طرق اخرى ونظام اخر ومسطره اخرى. هذا ما كان اخوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. نشكر كاع الاخوه اللي يوم ورا يوم كيتزادوا في القناه، نتمنى لكم التوفيق وربي يسهل على الجميع يا ربي امين. خوكم ريم بران كان معكم كيما ديما وكما العاده، الله يوفق رزقكم، الله يعاونكم.